واحد الموضوع مهم، ان هذه النفوه هذه القافله اللي كتزول ربوع المملكه من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، هي من تنظيم ويعني ابداع مجموعه من الشباب بتمويل ذاتي، الناس كيتحركوا بفلوسهم، كيتحركوا بواحد الجهد ديالهم، وكيديروا واحد المجهود جبار جدا جدا من اجل ديك لا فيغاليزاسيون، من اجل انهم يوصلوا المعلومه الى المواطنين بصفه عامه. والشاب الان اللي هما انتم راكم معنيين بهذا القانون الماليه، يعني في هذه السنه هذه ثم معنيين بجميع القوانين الماليه الجايه، يعني خصكم تفهموا يعني كيفاش كتتم هذه العمليه، يعني الاسئله ديالكم والتفاعل ديالكم وال ديك الهواجس ديالكم وداك جميع الملاحظات ديالكم غادي تدون كيفما قال السي عبد العزيز، وسوف ترفع الى من يهمه الامر لاخذها بعين الاعتبار في النسخ القادمه ان شاء الله تعالى. ما تردوش نستغلوا هذه الفرصه هذه فانكم يعني تحاولوا تفهموا وتستوعبوا وتفعلوا.